صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: وقعت مشكلة بين رجل وزوجته، إلى أن وصلت المشكلة إلى ضرب زوجته، ثم فرت هي إلى أهلها وطلبت الخلع من الرجل، فأبى الرجل ذلك، وبينما كان على ذلك توفي الرجل. والسؤال: هل تلزم المرأة العدة أم لا؟ نعم، ما دام ما طلقها هي زوجته تلزمها العدة وترث منه. نعم.